السلام عليكم. بعدا الحمد لله المرأة بصفة عامة فضل الله على بزاف الحوايج، لأن فيها أختنا، فيها أمها، فيها أمنا، فيها أختنا. وأنا جيت هنا كنتقدر الوريدة باش نعطيها الأم ديالي، لأن أعز مخلوق عندي في الدنيا كيمثل لي شي حاجة اللي ما غاديش ننساها. الأم راه والأم والأخت وأي أي أي المرأة كباقي النساء كتبقى راه ماشي غير عيد واحد اللي غيكفيها، راه خاصو يبقى دائما عندها عيد. كنختار اللون الأحمر اللي كيعبر على البهجة، كيعبر على بزاف د الحوايج. الأحمر شي حاجة عندي في الدم دائما دائما. أنا من تيجي هذا الوقت ديال الورد صافي خصني نتفكر الوالدة ديالي، دائما نفكرها. الورد حدايا وأنا خدامة حداه والحمد لله على كل حال. أنا شكلي كيتفكرني، كيتفكروني ولادي. ولادي هما الرمز ديال الأم. الحمد لله الحمد لله كيتفكروني ولادي. ولادي صغار ولكن عقلهم كبير. من هذه البلاصه كنحيي جميع النساء العالم وكنقول شكرا شكرا امي شكرا امي. كيمثل لي يوم جميل عيد المراه. كيعجبني هذا العيد هذا، ضروري ضروري كيجيبوا لي كادوات كنفرح فيه. الله يخلي جميع الامهات والله يحنن ولادهم عليهم ويحنن رجالتهم عليهم. احسن كادو جاني من ونوس وواحد الورد اللي جابهم لي راجلي. كنشكرو على الهديه وعلى الكادو اللي جاب لي. كنهديه الام ديالي. الام ديالي دابا مسكينه في الانعاش، عندها المشكل ديال القلب. انا غادي عندها دابا ودعي معايا الله يشافيها وصافي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.